والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا بيكم في قناة ميليتاري نسكوب. عاوز أقول حاجة بسرعة جدا، في أكتر من شخص بيكتب لي في التعليقات مصر أول دولة مطبعة مع إسرائيل، واللي يكتب مصر هي وإسرائيل إخوات. عاوز أقول للمرة المليون، الشعب المصري بيكره إسرائيل. عاوز أقول أنا لو كنت مواطن في كوريا الشمالية وكوريا الشمالية بتتعامل مع إسرائيل، برضو هفضل زي ما أنا بكره الكيان الصهيوني. إسرائيل مش مجرد مستعمرة لفلسطين أو دولة احتلال، إسرائيل لها أجندة قذرة عاوزة تنفذها. لو أنتوا فاكرين إن إسرائيل طمعانة في أرض، تبقوا غلطانين. إسرائيل طمعانة تتحكم في شعوب العالم وتخليهم عبيد ليها بكل الطرق، لأنهم مؤمنين أنهم شعب الله المختار. قبل ما أختم الكلام في النقطة دي، عاوز أقول الحياة قصيرة والإنسان بيعيش مرة واحدة، يا يعيش بكرامة يا يعيش وهو مذلول. وتحياتي للمواطن الحر، وتحت جزمتي أي مواطن فرحان بالتطبيع. نيجي لموضوع حلقة النهاردة، يا ريت تركزوا جدا لأن في معلومات مهمة جدا، وهنتكلم عن سلاح قوي موجود في الجزائر أمريكا عاملة له 1000 حساب. أعداء الجزائر هتركزوا معايا في الحلقة دي ولا هتناموا؟ يلا نبدأ على بركة الله. في تقرير لمركز الدراسات في واشنطن بيتكلم عن العلاقات الجزائرية الروسية القوية. اتكلم التقرير عن موقف الجزائر السلبي من حرب روسيا وأوكرانيا، وعن العلاقات العسكرية اللي بتجمع روسيا مع الجزائر. وقال التقرير إن الصفقات العسكرية بين بوتين وبوتفليقة وصلت في سنة 2001 حوالي 2.5 مليار دولار. خد بالك عزيزي المشاهد، الرقم ده يعتبر كبير جدا في الوقت اللي بنتكلم عنه. التقرير الأمريكي قال إن روسيا هي المورد الرئيسي للحبوب في الجزائر، وقال إن فرنسا ما بقتش تزود الجزائر بالقمح بسبب العلاقات المتوترة وارتكاب فرنسا جرائم خلال فترة استعمار الجزائر. التقرير الأمريكي اتكلم عن زيارة مهمة جدا بعد حرب أوكرانيا لأول مسؤول رفيع المستوى يزور الجزائر، وهو رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني في شهر مارس الماضي. التقرير الأمريكي قال إن أوروبا ما قدرتش تاخد موقف من الجزائر على خلفية العلاقة الجزائرية الروسية المتميزة، والسبب احتياج أوروبا إلى الغاز أكتر من أي وقت فات، خصوصا بعد إيقاف خط غاز نورد ستريم 2 عن أوروبا. بعيدا عن التقرير الأمريكي، تعرف إن من 2006 إلى 2018 حجم الصفقات العسكرية من روسيا للجزائر وصل 13.5 مليار دولار. تعرف ان الجزائر قسمت جيشها ل7 دوائر عسكرية، كل دائرة بتقوم بمهمة حسب طبيعة الارض، وده بيتشابه مع هيكلة الجيش الروسي. تعرف ان اسبانيا عندها تخوف من نمو القوة البحرية الجزائرية في البحر المتوسط، وخصوصا بعد تصريح رئيس اركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة ان الجزائر تسعى الى اعادة مجد بحريتها كقوة في البحر المتوسط. تعرف ان حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي كانت اغلبها باسلحة روسية؟ تعرف ان اهم سبب لامتلاك الجزائر السلاح الروسي هو ان روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا مش بيحطوا شروط عند بيعهم للسلاح، والجزائر حساسة جدا لاي تدخل في شؤونها الداخلية. وكمان تعود الضباط الجزائريين والعسكريين على تكنولوجيا السلاح الروسي، ده غير قدرة وفاعلية وقوة السلاح الروسي. عزيزي المشاهد، أهم موردين للسلاح في الجزائر روسيا بنسبة 67%، والصين بنسبة 13%، وألمانيا بنسبة 11%. تعرف إن الجزائر بتمتلك سلاح مرعب لأمريكا وحلفائها؟ تعرف ان وفد امني امريكي رفيع المستوى زار الجزائر علشان يقولوا لمسؤولين الجزائر معلش يا ريت تبعدوا منظومة الدفاع الجوي S-400 عن مسار طياراتنا والسفن الحربية الامريكية. استنى استنى، هجيب لك الدليل. عارف انك هتقول كده، المصدر هو صحيفة اندبندنت
والصحيفة دي بريطانية ومقرها لندن ومختصة بالشؤون السياسية. تعالوا نشوف موقع الصحيفة الناطق بالعربية بيقول ايه. العنوان بيقول: لماذا تتسلح الجزائر بقطع حربية متطورة؟ ننزل كده في الموقع ونقرأ. معلش انا عامل اخفاء لاغلب المقال علشان حقوق الملكية، لكن سايب لكم رابط موقعهم في الوصف تحت الفيديو. نقف هنا ونقرأ كويس. بيقول: كما تحدثت اخبار عن اقتناء 14 مقاتلة مقنبلة، يعني قاذفة قنابل من نوع سوخوي 34 اللي هي بيسموها بطة الجحيم، اذ ابرزت الجريدة الاسبانية المتخصصة في السلاح ديفنسا ان الجزائر قد تكون الدولة الاولى المرشحة لاقتناء هذه المقاتلة بسبب الافضلية التي تمنحها موسكو لهذا الشريك في البحر الابيض المتوسط. خد بالك قوي من الكلام اللي جاي، مشيرة الى اقتناء نظام S-400 الذي استدعى انتقال وفد امريكي الى الجزائر من اجل طلب ابقاء بطاريات الصواريخ بعيدة بمئات الكيلومترات من الشاطئ المتوسطي الذي تمر منه السفن والطائرات الحربية الامريكية. واخد بالك، امريكا اللي عندها وسائل حديثة للتشويش والإعاقة وصواريخ بعيدة المدى وطائرات من الجيل الخامس وغواصات نووية، خافت من سلاح موجود في الجزائر اسمه S-400، وما خفي كان أعظم. كنت عارف هتقول كده. وإن شاء الله لما الجزائر تجيب S-500 أمريكا هتعمل إيه؟ قبل ما اختم الحلقة عاوز اقول ان الجزائر هتفضل تسلح جيشها باسلحة خطيرة ومدمرة، لكن الجزائر عارفة كويس ان اقوى سلاح هو المواطن الجزائري اللي عقدته النصر او الشهادة، اللي عقدته الكرامة ولا للذل. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة فلسطينيين وحدنا. احنا حقيقة نبعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور، لكن عندنا دور اللي يقوموا به.